خلينا نروح لموضوع هام وخاص بالناحية الصحية والطبية. الهيئة العامة للرعاية الصحية أعلنت أنها قامت بإجراء أكثر من 58 ألف جلسة للغسيل الكلوي للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في مدينة الأقصر أو محافظة الأقصر، ده خلال أو من خلال 5 مستشفيات تابعين للهيئة في المحافظة من بداية التشغيل التجريبي للمنظومة في يناير اللي فات لحد دلوقتي، وده باستخدام 230 من الماكينات الخاصة بالغسيل الكلوي موجودين في المستشفيات الخمسة دول التابعين لهيئة الرعاية الصحية. دي من الخدمات الطبية اللي بتتوفر لأهالي محافظة الأقصر وأهالي إقليم جنوب الصعيد كله تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديد اللي شفناه في بورسعيد، شفناه في الأقصر، وإن شاء الله يبقى متطبق في كل المحافظات. وده بيتم تقديم علاج يعني للمجان بكل الطرق الجديدة زي ما احنا عارفين لمرضى الفشل الكلوي باعتباره من الأمراض المزمنة. كمان ده هيخلي الهيئة تقوم بتطعيم مرضى الفشل الكلوي بالمرة، يعني بما أنهم موجودين بجرعات لقاح فيروس كورونا خلال عملية الغسيل، لأنهم من أصحاب الأمراض المزمنة وليهم أولوية والفيروس أكيد بيمثل خطورة عليهم. طيب خلينا نتعرف أكتر على الموضوع وعن الخمس مستشفيات وعن الأجهزة بتاعة الغسيل الكلوي من الدكتور إسماعيل العربي مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر. بنرحب بحضرتك يا دكتور وصباح الخير. برحب بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليك وكل سنه وانتم طيبين، وصباح الخير على مصر كلها. كل سنه وحضرتك طيب. يعني الاقصر من المحافظات والمدن اللي كانت حالفها الحظ في انها يبدا فيها تطبيق منظومه التامين الصحي، بنتكلم النهارده عن موضوع هام جدا بالامراض المزمنه والمرضى بالفشل الكلوي ودخول هذه الاجهزه ان شاء الله اللي هتساعد انها تخفف يعني تقدر تساعد المرضى بتوع الفشل الكلوي. ونقطه هامه جدا اللي احنا لسه قايلينها، فكره فرصه التلقيح للي بييجوا يتقدموا او بيحصلوا على الغسيل الكلوي. برحب بحضرتك تاني يا فندم، ومحافظة الأقصر هي تاني محافظة بعد محافظة بورسعيد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل من ضمن محافظات المرحلة الأولى. احنا النهارده بنتكلم عن الغسيل الكلوي ومرضى الفشل الكلوي في المحافظة. احنا عملنا 58 ألف جلسة غسيل كلوي من بداية التشغيل التجريبي للمنظومة من يناير اللي فات عن طريق 230 مكنة غسيل كلوي في 5 مستشفيات تابعين لهيئة الرعاية الصحية، هي مستشفى طيبة التخصصي، مستشفى الكرنك الدولي، مستشفى حورس التخصصي، مستشفى إيزيس التخصصي، ومستشفى العدسات التخصصي للأطفال. بنستخدم جميع أساليب مكافحة العدوى ومع الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وحدات الغسيل الكلوي باستمرار، وبنجهز مستشفياتنا على أعلى مستوى بكل المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بمرضى الغسيل الكلوي لتقديم أفضل خدمة والرعاية الصحية لمنتفعين التأمين الصحي الشامل في محافظة الأقصر. تمام دكتور إسماعيل، يعني مع بدء تفعيل التأمين الصحي ومنظومة التأمين الصحي، هل بيبقى ظاهر نوع معين؟ يعني هل فعلا جه عدد كبير من مرضى الغسيل الكلوي أو من الأمراض المزمنة بشكل عام؟ أكيد بيتم في دراسة لأكتر الأمراض، أكتر العيادات بنقول اللي بيروح فيها كشف كبير، هل بيتم حصر ده وإن هو بيتم دعم المنطقة دي أو الجزء الخاص مثلا الطبي خاص مثلا بالعيون بالرمد بقى وخلافه، إزاي بيتم ده من خلال هذه المنظومة ومن خلال التنسيق بين كل سواء الأفرع بتاعة الهيئة العامة للرعاية الصحية أو حتى منظومة التأمين الصحي؟ الكشف المبكر على الامراض المزمنه جميعا مبادره من المبادرات الرئاسيه ومنظومه وزاره الصحه. الكشف المبكر على الامراض المزمنه ومن ضمنهم الاعتلال الكلوي للاطفال، دي مبادره قامت بها وزاره الصحه في بدايه من المبادرات الرئاسيه الكبيره، ودي احنا اخذناها واشتغلنا عليها بكل قوه في جميع الجمهوريه في محافظه الاقصر، لان فعلا مرض الفشل الكلوي ده من الامراض المزمنه في الجمهوريه، ومن اسبابه طبعا الضغط والسكر وبعض الامراض المناعيه وبعض الامراض الوراثيه. فاشتغلنا عليها بقوه، وان احنا عملنا لها عيادات تخصصيه وجهزناها باحدث الاجهزه للتشغيل وللعلاج لامراض الكلى والامراض المزمنه. وطبعا احنا ده في جائحه كورونا خصصنا بعض المكن للغسيل الكلوي الخاص بامراض فيروس كورونا لعدم باحدث الاساليب مكافحه العدوى لتقديم الخدمة الطبية بأحدث المعايير.
نعم. طيب دكتور اسماعيل، الجزء الخاص بالتلقيح، واحنا قلنا يمكن دي حاجه مهمه جدا ان هيتم تلقيح بمجرد ما بيجي، لان اصحاب الامراض المزمنه هم الاولى والاخطر عليهم لا قدر الله الفيروس. عايزين نعرف نتعرف من حضرتك عموما مدى قابليه الناس ووجودهم والتلقيح بشكل عام، وطبعا اصحاب الامراض المزمنه واولوياتهم في الحصول على اللقاح. اول ما ابتدينا ندخل لقاح فيروس كورونا في جمهوريه مصر العربيه كانت من ضمن الاولويات ان احنا نعمل لقاح لمرضى الغسيل الكلوي. توجهنا الى كل وحدات الغسيل الكلوي عندنا في مستشفياتنا وطعمنا جميع مرضانا بلقاح فيروس كورونا، لان هم المرضى الاكثر عرضه او اكثر عرضه ومضاعفات لفيروس كورونا. وايضا جميع الامراض المزمنه من الضغط والسكر والقلب، كل المرضى وجهناهم وبنسرع بتلقيهم لقاح فيروس كورونا. نعم. طيب دكتور، فكرة برضو الإجراءات الاحترازية أكيد داخل كل المؤسسات الطبية، مدى تجاوب الناس؟ خلاص ما شاء الله احنا بقالنا فترة طويلة، التنويهات اللي موجودة من وزارة الصحة المصرية، من طبعا منظمة الصحة العالمية، مدى التزام الأفراد، مدى التزام الأسر، مدى التزام المرضى، ووجود طبعا الالتزام داخل المؤسسات الطبية بشكل عام. احنا دايما حضرتك بتشدد على اتباع واتخاذ ومراعاه كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه سواء داخل المنظومه الطبيه او لاهالينا وناسنا في المحافظه في الجمهوريه كلها. دايما بنوصيهم باتباع الاجراءات الوقائيه. زي ما قلت لحضرتك، هو مرض كورونا معانا دلوقتي ليه سنتين، فالناس عندها من المعلومات كتير عن المرض والاجراءات الوقائيه والاحترازيه، ومن خلال هنا احنا بنجدد توجهاتنا للناس كلها باتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية للقضاء على هذا الفيروس إن شاء الله في القريب العاجل. عايز برضو نستغل وجود حضرتك معانا وفكرة هل الأعداد اللي متقدمة للتسجيل في منظومة التأمين الصحي نوجه رسالة ليهم، هل العدد وصل لعدد المعقول أو المطلوب؟ مستنيين إيه أكتر عشان الناس تبدأ تروح تسجل وتبدأ تبقى متسجلة في منظومة التأمين الصحي؟ بالنسبه لمحافظه الاقصر، عدد سكان محافظه الاقصر 1,300,000 نسمه تقريبا، سجل لحد دلوقتي حوالي 976,000 مليون مواطن داخل المنظومه، ودي نسبه كبيره ومحترمه. احنا بندعو جميع مواطنينا واهالينا في الاقصر ان هم يكملوا تسجيل ويدخلوا الفحص الشامل لتلقي الخدمات الطبيه في منظومه التامين الصحي الشامل بكل جوده واتباع اساليب الجوده العاليه في الطب ان شاء الله. ان شاء الله. وده طبعا بسهوله يعني بيتم عمل، احنا كنا اتكلمنا كتير طبعا فكره ان هو زي التسجيل ويبقى فيه زي كارت ليه، ويبقى فيه كمان استغلال الحمله اللي كانت موجوده ومتابعه الامراض المزمنه و100 مليون صحه، ان بقى فيه كمان الداتا بيز او المعلومات الطبيه الخاصه بعدد كبير من الناس. اظن ده هيسهل العمليه بشكل كبير. طبعا هيسهل العمليه، ويبقى ان شاء الله لما المنظومه تكتمل على مستوى الجمهوريه هيبقى المواطن بالكارت بتاعه والتاريخ المرضي بتاعه بيتحرك في اي مكان داخل الجمهوريه بدون ما يبقى قلقان من اي حاجه، ويتلقى خدمته في اي وقت في اي مكان. طيب احنا يعني طبعا بنتمنى بشكل كبير ان الناس تكون سمعانا، تفضل طبعا متبعه للاجراءات الصحيه زي ما حضرتك قلت في كل مكان، جوده كبيره، وطبعا بنتمنى لكم التوفيق، سواء وجود هذه الاجهزه موجوده في الخمس مستشفيات، وان شاء الله تبقى موجوده في اماكن تانية كتيره جوه محافظه الاقصر. كل التوفيق يا فندم، وان شاء الله بنتمنى السلامه، ونتمنى ان شاء الله تعدي جائحه كورونا بسلامه ويتم التلقيح بشكل كبير. انا عايز برضو حضرتك توجه نداء للناس كلها انها تروح بشكل سريع، طبعا يعني حضرتك لو تقدم هذه الدعوه للناس انها تروح تبدا تقدم التلقيح بشكل وتقدم في المنظومه سواء اونلاين عشان يحصل عدد كبير في التلقيح. بنشكر حضرتك يا فندم، ومن خلال برنامجك انا بعيد تاني لاهالينا ان احنا لازم كلنا نحصل على لقاح كورونا، وكل خاصه الامراض المزمنه واهالينا كبار السن لابد ان يحصلوا على لقاح كورونا، وانهم يتبعوا جميع الاجراءات الاحترازيه والوقائيه. واهالينا في الاقصر بقول لهم انزلوا وافحصوا وادخلوا المنظومه معانا، وان شاء الله نكون على قد المسؤوليه ونغير النظام إن شاء الله. الصحي للافضل باذن الله. باذن الله. طبعا بنشكرك شكرا جزيلا الدكتور اسماعيل العربي، مدير فرع الهيئه العامه للرعايه الصحيه بالاقصر. شكرا جزيلا ليك، وكل التوفيق طبعا للمنظومه الطبيه.